النهاردة هنتكلم على ازاي استخدم طريقة الخريطة الذهنية او المايند ماب ان انا اذاكر درس او الخص لدرس. وهناخد النهاردة مثال بسيط جدا من درس كلنا عارفينه في النحو، حاجة زي اسماء الاشارة. اول حاجة، انت ايه اللي محتاجه عشان ترسم مايند ماب او خريطة ذهنية؟ انت محتاج ورق ابيض، ورقة بيضة تحطها بالعرض كده، وعلبة الوان، فحاجات بسيطة جدا يعني. وهاجي في وسط الورقة احط الموضوع الرئيسي اللي انا بتكلم عليه. فانا موضوعي الرئيسي النهاردة هو، هرسم كده في الوسط، اكتب اسماء الاشارة، يبقى ده الموضوع الرئيسي بتاعي، ومنه هيطلع فروع كده، كل فرع بيعبر عن فكرة معينة. فمثلا انا عندي اسماء الاشارة، عندي في حاجة اللي هو اسم هذا، فهم الفرع كده، اوكي. وممكن افتكر هذا، انا عارف ان هو بيتكلم على مفرد مذكر، فهرسم بس شخص كده. وعندي هذه، لو تلاحظوا طبعا بعمل فرع بيكون مايل كده، عشان ليه بعمله مايل؟ عشان مخنا بيحب الخطوط المايلة. وكل خط بعمله بلون مختلف برضو علشان ما نتلخبطش، وعلشان مخنا بيحب الالوان والصور. هذه انا عارف ان هي بتستعمل للمفرد المؤنث، فهرسم برضو وعمل كده شكل عشان افتكر انه بيتكلم على مؤنث. عندي هذان، ودي بيستخدم مع المثنى المذكر، فهرسم شكل ولدين كده. عندي هاتان، برضو هعمل فرع كده، برضو فروعي مايلة وكل فرع بلون مختلف. هاتان ده بيكون للمثنى المؤنث، فهرسم برضو شكل بنت كده عشان ما انساش. واخر حاجة عندي اللي هو هؤلاء، وانا عارف ان هؤلاء بيستخدم مع الجمع بنوعيه، الذكر والمؤنث. وبالتالي ممكن ارسم طبعا اكتر من اثنين، فهعرف انه بيستخدم مع المذكر، وممكن اعمل فرع كده اكتب عليه مذكر، واعمل فرع تاني اكتب عليه مؤنث، وارسم برضو شوية بنات كده عشان ابقى فاكر. هيبقى عندي شكل بسيط جدا وظريف جدا بيلخص لي الدرس. مجرد ان انا بشوف الصورة وبشوف الالوان بقدر افتكر الحاجة بطريقة سريعة جدا.